السلام عليكم. كم تبلغ ثروة العداء الجامايكي يوسين بولت؟ أسرع رجل في التاريخ. وهذا الفيديو هذا ماشي باش نعرفوا شحال عنده الفلوس ولا باش نشوفوا شحال دار الفلوس، ولكن باش نشوفوا المصدر الأساسي ديال الأموال في مجال ألعاب القوة. ألعاب القوة رياضة ما فيهاش فلوس كثيرة. لا ربحتي في الدياموند ليغ يلا عندك 10000 دولار، لا ربحتي بطولة العالم عندك 60000 دولار، هادشي الا كانت ميدالية ذهبية. نفس الشيء بالنسبة للألعاب الأولمبية 60000 دولار، ولا حطمتي رقم قياسي عالمي عندك ما بين 60 إلى 100000 دولار على حساب الملتقى وعلى حساب البطولة، واش بطولة عالم أم ألعاب أولمبية أم ما يشابه ذلك. ومصدر الأموال ماشي هو الاتحادات والجامعات ديال ألعاب القوة في العالم. وهاد المعلومة بغيتهم يعرفوها مزيان العدائين باش ما يبقاوش يتساينوا بعض الأشياء اللي ربما تكون محبطة فيما بعد. بل فاش كتولي عداء وعندك الأموال أنت اللي كتولي تخلص الدولة. فمثلا في أمريكا العداء اللي تيدي ميدالية ذهبية في ألعاب أولمبية يلا كياخذ 20000 دولار من دوك الأموال اللي هما كيربحوهم أصلا، لأن الجامعة بطبيعة الحال عندها موظفين، عندها أطور، عندها تقنيين، عندها تجهيزات، عندها عدة أشياء وتهي عندها مصاريف، والعداء يخلص الضريبة للدولة. وهذا تبقى واحد الموضوع آخر ربما نتطرق له فيما بعد. كما أذكر أن هناك جامعات واتحادات فهي تعطي أموال طائلة، ولكن في الدول هذه كتكون دول غنية وعندها ربما في بعض الأحيان أغراض أخرى من خلال تشجيع الحصول على الألقاب. يوسين بولت هو أغنى عداء في التاريخ ديال ألعاب القوة. الفلوس اللي دارها ما عمرش عداء في التاريخ دار بحاله، وكيتخلص أضعاف مضاعفة العدائين الآخرين. علاش؟ شنو هو السبب؟ أول شيء الفوز ديالو اللي كان تاريخي في أولمبياد بيجن 2008، والطريقة باش حطم بها الأرقام القياسية ديال 100 متر و 200 متر. ماشي فقط حطم الرقم بعد الجزئيات، حطمه بجزئيات كثيرة، ثم الطريقة باش حطم الرقم والأجواء اللي كيدير وسط الملعب. يوسين بولت إكستراوردينار في جيستيون ديال الستريس. كيدخل السباق هو ضاحك، تيخلي أن الجمهور يتبعو ويتأكروشا به ويعجبو داك الجو اللي كيدير يوسين بولت. وبطبيعة الحال شركة الإشارة فيها كتقلب على النجوم اللي كيثيروا انتباه. كنا كنهضروا على 2008، فمن 2008 حتى 2017 يوسين بولت جمع ثروة كتزيد على 100 مليون دولار. ما عمر شي واحد في ألعاب القوة دار هاد المسألة. إلا كان في الدياموند ليغ جيتي نتا الأول كتاخد 10000 دولار، فيوسين بولت باش يكون حاضر في الميتينغز كيعطيو 400000 دولار. وكاع الثروة ديالو كاملة اللي دخل من السباقات والأرقام القياسية فهي لا تشكل سوى 7% من الثروة ديالو العامة. وبعد ما اكتسب واحد الشهرة كبيرة في عام 2008 من بعد الأولمبياد، ففي عام 2009 الدخل ديالو السنوي وصل 3 مليون ديال الدولار، وفي عام 2012 الدخل ارتفع ل 20 مليون ديال الدولار، وفي عام 2015 تكلاصا ما بين 32 أحسن رياضي في العالم أكثر دخلا، وهذا الشيء ما عمره كان في ألعاب القوة. كما قلت لكم الفلوس ألعاب القوة فهي ماشي فلوس اللي هي كثيرة بزاف بالمقارنة مع الرياضات الأخرى. في نفس العام الرياضي الأول أكثر دخلا كان هو كريستيانو رونالدو بثروة كتوصل 88 مليون دولار في العام. الثاني هو ميسي 81 مليون ديال الدولار في العام. والثالث هو لاعب كرة السلة لبراون جيمس ديال ليكرز كيدخل 77 مليون دولار في العام، وهذا الشيء كنهضروا على عام 2015. وبحسب فوربس فيوسين بولت في عام 2017 غيرتقي لمرتبة 23 بالنسبة لترتيب الرياضي الأكثر دخلا. ثروة سنوية ومدخول سنوي كيوصل 34 مليون دولار. والسؤال المطروح شكون هاد الحماق هادو اللي كيخلصوا هاد الفلوس كاملة؟ الشركة فاش كتستثمر الفلوس الصفقة الإشارية ممكن أن تكون ضخمة، ولكن الشركة من مور ديك الصفقة خصها تربح أضعاف مضاعفة داكشي اللي استثمرت، وإلا فما كاينش شي فائدة من الإشهار، لأن الشركات ماشي كيديروا أعمال خيرية ولا أنهم كيصدقوا. شركات كيديروا البيزنس. ما بين هاد الشركات كاينه فيرجين ميديا، انا ديال جابون ديال الاتصالات، انيرتور، فيزا، هيبلو، كاتوراد، واكبر صفقه ديال يوسين بولت كتبقى مع بيما كتدخل ليه تقريبا 10 مليون ديال الدولار في العام. والشركات الاخرين اللي قلت كيدخلوا ليه ما بين 1 مليون دولار حتى 4 مليون ديال الدولار في العام كمدخول سنوي، وصفقات اشاريه مع شركات اخرى اللي ما ذكرتش. في عام 2021 يوسين بولت تقدرت الثروة ديالو اللي عنده في الكونت بونكير ديالو ب 90 مليون دولار. ثروة أخرى وهي المنزل الفارغ اللي عنده في العاصمة كينغستون، ومنزل آخر اللي عنده في الباهاماس اللي كيدوز فيه العطل ديالو وكيمشي ليه فقط بالجيت بريفي. ثروة أخرى تتجلى في السيارات الفاخرة والفارهة. ثم إنه شخص محب للأعمال الخيرية، وسبق ليه أنه أعطى للطلبة ما يقدر ب 1.3 مليون ديال الدولار، وسبق ليه دار إصلاحات في واحد المركز استشفائي في بلاده، ويقدر إجمالي هاد الصفقة هادي ديال التبرع ديالو ب 4 مليون ديال الدولار. مرحبا بكم دائما في القناة والسلام عليكم.